ننصحك انك ما تسافر معهم ولا تطلع معهم من بيتك الى مسجد اخر، وانك ما تماشيهم ابدا، لانهم مبتدعه، لانهم جماعه بدعه. واذا صار فيك خير ومحبه للدعوه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الابواب مفتوحه بلا جماعه التبليغ. ادعو الى الله وامر بالمعروف ونهى عن المنكر بدون انك تصاحب هؤلاء. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.